نجم مصري في امريكا اسمه اسلام عبد المعين، هو لاعب منتخب مصر لالعاب القوى بمناسبه محمد صلاح يعني والاسماء العظيمه المصريه العظيمه. ده حقق الميداليه الذهبيه في بطوله العالم اسمها ارنولد كلاسيك للمصارعه الامريكيه. كانت البطوله تتلعب في امريكا. اسلام معايا الان عبر سكايب عشان نبارك له ونهنيه ونقول له برضه انت مصري عظيم بتشرفنا. اسلام مساء الفل، مشرف ومنور، والف مليون مبروك هذا الانجاز العظيم. الله يبارك فيك يا استاذ كريم، والف مبروك للشعب المصري العظيم كله، وبشكر اسره البرنامج رقم 10، واشكر الشعب المصري كله على وقفته معانا ودعمه للرياضيين خارج مصر. ده نتشرف جدا يا اسلام، وانت اللي شرفتنا ورفعت راسنا. في البدايه كده عايزك تقول لنا الاول ايه هي البطوله دي، تفهم الساده المشاهدين والجماهير المصريه اكتر هذا الانجاز العظيم ازاي وصلت له. طبعا انا محقق الميداليه الذهبيه في بطوله مستر اولمبيا 2022 للقوه البدنيه. فطبعا البطوله ارنولد كلاسيك دي تعتبر من اقوى البطولات المحترفين اللي بتتلعب من سنه 89، تمام؟ فتاهلي ليها اللي انا بطل مستر اولمبيا في القوه البدنيه، فدي المرحلة الثانية بتبقى مرحلة المصارعة الأمريكية ماك ريسلينج. نفس التمرينات بتاعت البادي بيلدينج والقوة البدنية، بس هي بتحتاج مجهود وتكنيك أكتر، غير اللي أنت بتشيل وزن، لا أنت بتشيل الوزن اللي قدامك مع قوة اللي قدامك. صعبة جدا دي. بمعنى إن هي دي تعتبر دي ثاني مرحلة للسترونج مان. يعني اخر حاجه مرحله السترونج مان اقوى رجل في العالم. فهي بتبقى مراحل حضرتك بتمشي عليها خطوات، فهي بتبقى قوه بدنيه وبعد كده مصارعه امريكيه وبعد كده سترونج مان. انا عرفت ان انت لعبت ابطال كسر في هذه البطوله، ابطال قريت شويه حاجات كده واسماء عظيمه، بس برضو كررها للساده المشاهدين عشان المتابعين اللعبه كمان يبقى يعرفوا انت تخطيت مين. يعني طيب اللعبة قوية جدا وكان فيها أسماء عظيمة جدا وناس من أبطال العالم، من أذربيجان، من روسيا، من أمريكا، من دولة نيجيريا، يعني أبطال. يعني عايز أقول لحضرتك البطولة كانت منافسة قوية جدا، وكان كلنا كنا متقاربين لبعض في الأطوال وفي الأوزان، وغير كده أنا بلعب في الوزن الـ Heavyweight. الوزن اللي بيبقى فوق ال 140 كيلو ده، يعني ممكن تلاقيه 170 180 كيلو براحتك، يعني ال 140 وانت طالع. طيب انت ازاي بقى وصلت للمرحله ديت؟ يعني البدايات كانت ايه؟ اشتغلت ازاي عشان توصل لهذه المرحله العظيمه؟ عرف الناس اكتر ازاي وصلت للمرحله الكبيره دي. سنه 2021 شاركت في مستر اولمبيا في المصارعه الامريكيه اسمها كريسلينج، واخدت الميداليه الفضيه. فطبعا ما شاركتش في 2022 فيها، بس رئيس الاتحاد الدولي بعت لي الدعوه قال لي لازم تشارك معانا في ارنولد كلاسيك سنه 23 في اوهايو في كولومبوس. فالحمد لله كنت يعني كان عندي خبره وكان عندي منافسه مع ابطال اقوياء سنه 21 في اورلاندو فلوريدا مستر اولمبيا، حققت فيها الميداليه الفضيه. فالحمد لله فده من تاهلي، وطبعا اخر بطوله مستر اولمبيا سنه 22 في لاس فيجاس كانت هي دي كانت الداعم او المؤهل الاساسي بتاعي اللي هو يأهلني لارنولد كلاسيك سنه 23. اسلام انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك، ودايما يا رب رافع راسنا وعامل انجازات عظيمه. خليك، وانا بوصل بوجه رساله لسياده الرئيس عبد الفتاح، احنا كلنا بنشكر حضرتك، واحنا دايما حضرتك داعم للرياضيين وبنحب نشكرك، واحنا وانت في ظهرنا، واحنا يعني نعتبر ولادك وبنرفع علم مصر اماكن وسط الاجانب ووسط البلاد البعيده طبعا. ودايما الامريكان لما يتفرجوا علينا يقول لك انت جاي من مصر، انت جاي من مكان بعيد، فبيبقوا منبهرين بينا كمصريين. انا بهنيك يا اسلام وبشكرك شكرا جزيلا. اسلام عبد المعين لاعب منتخب مصر لالعاب القوى وانجازات عظيمه جدا بعد ما حقق الميداليه الذهبيه في بطوله مهمه جدا في امريكا. طيب